رح نحكي أول شيء معلومة مهمة عن العين، إنه العين فيها آلية ذاتية لتنظيف في الحالة الطبيعية، وهي الدمع الذي يفرز بشكل دائم من الغدد الدمعية ويجري على سطح العين ويقوم بكنس العوامل الخارجية اللي بنتعرض لها عن طريق الدمع، وتفرز العين كمية كبيرة من الدمع يوميا ما ممكن المريض يتخيلها، لكن لأنه في جريان ما بيشوفه ولا بتدمع العين بالحالة الطبيعية. وهالدمع يحتوي على الليزوزيم، مادة مطهرة وقاتلة للجراثيم، لكن لما بتتعرض العين لجرعة زائدة من العوامل المخرشة والغبار أو المواد الخارجية أو المكياج أو غيره ممكن يدخل في العين، العين غير مجهزة لتنظف هذا بشكل سريع، فممكن أنه يتراكم في العين ويعمل التهابات ويعمل تخريش وأذية لسطح العين. ما بداية الطريقة لازم نشوف المثلى دكتور للتعاطي مع مثل هذه الحالات التي تتحدث عنها؟ يعني إذا ما دخل مسحوق للتجميل أو غبار مثلا في العينين، هذا أكثر ما يزعجنا، كيف لازم نتعاطى مع الموضوع؟ تمام. أولا في عدة أنواع من العوامل الخارجية اللي ممكن تدخل في العين. في عوامل تؤدي إلى تخريج في سطح العين مثل الغبار والأتربة وغيرها، أو يعني بشكل قريب منها المواد اللي بتستخدم عند الستات للمكياج والكحلة وغيرها. هي المواد إذا دخل شيء منها داخل العين، غسل العين بمحلول فيزيولوجي، وإذا لم يتوفر بماء فاتر ممكن أنه ننصح شخص يطلع للأعلى، ينظر للأعلى ويشد الجفن السفلي ويغسل بتيار ماء فاتر حتى تخرج هالمواد هاي اللي دخلت بكمية كبيرة عن طريق الخطأ. وفي النوع الثاني من المواد اللي ممكن يدخل وهو الأخطر الصراحة، لازم نركز عليه، هو المواد الكيميائية، خصوصا مواد التنظيف المتوفرة في كل منزل ممكن عن طريق الخطأ يدخل جزء منها. بهي الحالة قبل ما نستشير الطبيب وقبل ما نراجعه، أول خطوة بيقوم فيها سريعا غسل العين بالماء لفترة طويلة لا تقل عن نص ساعة. ممكن المريض يتخيل أنه حط غسل على العين وخلص، لازم نغسل لفترة طويلة لحتى تتمدد هالمادة الكيميائية وتخرج من العين. بالنسبة للأكثر يعني استخداما، مواد المكياج ننصح بتنظيفها يوميا، وما ما تنام الست انه في اثر لمواد المكياج على عينها، لانه هي ممكن تدخل داخل العين وتعمل تخريش، باستخدام مواد التنظيف الخاصه المتوفره في كل صيدليه، او اي ماده مثل قطعه قطن مبلله بالفازلين. ممكن انه مسح العين بلطف باستخدام السبابه بحركه دائريه حول العين، من بدءا من حافه الجفن باتجاه الخارج لحتى انه نزيل هالمواد هي العالقه ب حافة الرموش وعلى سطح العين واللي ممكن تدخل وتعمل تخريش واحمرار والتهابات بسطح فعلا العين. نصائح مفيدة للغاية. وغسل العينين لمدة 30 دقيقة، يعني مدة طويلة، يمكن الأشخاص مثل ما تفضلت ما بيتنبهوا أنه لم يغسلوا لما يكفي من الوقت. البعض دكتور بيوصفوا لأنفسهم ولغيرهم أيضا قطرات للعين، بعض أيضا بكثير من الأحيان بيحتوي على كورتيزون. خطورة الاستخفاف بهذه الأدوية إذا جاز التعبير ومضاعفاتها في حال تم استخدامها من دون أن يكون هناك وصفة طبية. تمام. استخدام قطرات الكورتيزون، طبعا الكورتيزون هو مضاد التهابي، يعني في جميع الحالات الالتهابية ممكن يعطي تأثيرات إيجابية، ولذلك أحيانا ممكن المريض يستخدمه لحاله بدون وصفة طبية، أو نتيجة أنه زمانه الطبيب وصف له هالقطرة هي وعجبته أنه بيرجع بيكررها بدون إشراف طبي. الكورتيزون قطرة لا تستخدم إلا بإشراف طبي ووصف الطبيب. الكورتيزون دواء ذو حدين، إذا استخدم في مكانه وبإشراف طبي بيعرف الطبيب إمتى يزيد الجرعة وإمتى ينقصها، وإذا استخدم بشكل عشوائي يؤدي إلى الكثير من المضاعفات بالعين. أهم هذه المضاعفات على الإطلاق حدوث ارتفاع في ضغط العين وحدوث ما يعرف بالمياه البيضاء أو الساد، والحالتين يعني هي حالات جدية تستدعي التعامل معها بشكل جراحة أو غيرها، فالمريض بغنى عن هالاستخدام. طبعا حالات للاسف بنشوفها بين الحين والاخر، انه في مرضى بيجي عنده ارتفاع بضغط العين،
او بيجي عنده انه صار كترك نتيجه استخدام الكورتيزون بشكل غير مضبوط. بنفس دكتور الوقت خلينا نتحدث قليلا قبل ما يدهمنا الوقت عن اسلوب العيش اليومي، العادات اليوميه، والى اي مدى تؤثر على العينين من نظام غذائي، من التدخين، ايضا النوم، كل هذه العادات التي يعني تجتمع مع بعضها البعض من اجل ضمان سلامه العين. تماما، بالشكل العادي مثل ما ذكرنا انه العين بتنظف نفسها بنفسها وبتقوم بتعتني بنفسها، لكن نحن لنا دور بالوقايه من تعرض العين لعوامل خارجيه، على راسها مثل ما ذكرت حضرتك تجنب كل العوامل المخرشه من الاتربه والدخان وغيرها، لازم انه هي نتجنبها. الموضوع الاخر انه ما نتعرض نحن ل عوامل تؤدي إلى حدوث جفاف في العين. مثل ما بنعرف الدمع هو موجود بالحالة العادية بشكل متوازن بحيث أنه لا يخرج لبرا العين وكافي لترطيب العين، لكن أي نقص بإفراز الدمع أو زيادة في تبخر الدمع، وهذا اللي هنركز عليه، اللي ممكن الشخص نفسه له دور بالوقاية من زيادة تبخر فيلم الدمع، تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، تجنب التعرض لتيارات هوائية تماماً. سواء كان يعني كلها عوامل خارجية اليوم ممكن أن تؤدي إلى تدهور صحة العين، وفي مؤشرات تستدعي بكثير من الأحيان زيارة الطبيب وعدم الاستخفاف بها. شكرا جزيلا لك. نعم. من الشارقة استشاري أمراض وجراحة العيون الدكتور طارق موسى، يومك سعيد، شكرا لك.